دكتور حضرتك انت اللي قلت هيك، الا اذا بتغير موقفك هذا شيء ثاني. لا ابدا انا ما قلت هيك، انت عم تحاولي تقوليني شيء انا ما قلته. كلامك مرفوض. طيب اذا سمحت. ابدا مو مرفوض، انا كلامي هذا هو. اذا سمحتوا خلينا ننظم النقاش حتى ما نضيع ونتشتت، ونوجز للجمهور الكريم الشيء اللي توصلنا له حتى الان. حتى الان في هذه الحلقه ناقشنا محور اعاده تاهيل السجين خلال فتره وجوده بالسجن. شفنا نماذج رائعه لسجناء استطاعوا ان يستغلوا فتره وجودهم بالسجن لاعاده تاهيل انفسهم. بعضهم تعلم مهن، والبعض حتى استطاع ان يحصل على شهادات جامعيه. هذا مهم، لكن الاهم هو فتره ما بعد العقوبه. كيف يستطيع هذا السجين ان يواجه العالم الخارجي الذي عاد اليه؟ ما هي مسؤوليه الدوله؟ وما هي مسؤوليه المجتمع؟ كذلك ما هي مسؤوليه العائله؟ معنا من خارج الاستديو على الهواء الاستاذ عبد الجبار سالم، مدير الشؤون الاجتماعيه لاعاده تاهيل السجين، لمناقشته في هذا الموضوع. استاذ عبد الجبار نحن معك، ما هي مسؤوليه الدوله في هذا السياق؟ الدوله تقوم بواجبها على اكمل وجه في هذا الاطار. ما المقصود؟ ما المقصود بكلمة على أكمل وجه؟ نحن عم نتيح كل الإمكانيات بفترة السجن لإعادة التأهيل، وهلأ عرضوا نماذج قدروا يحصلوا على شهادات عليا بفترة السجن. يا أستاذ عبد الجبار، نحن ناقشنا هذا الموضوع ومضبوط عرضنا النماذج، لكن نريد أن نتحدث عن فترة ما بعد السجن، ما بعد انتهاء العقوبة. هذه ليست مسؤولية الدولة، بل المجتمع ككل والأهل. يعني الدولة ما عندها أي مسؤولية. طيب، شكرا استاذ عبد الجبار السالم، مدير الشؤون الاجتماعيه لاعاده تاهيل السجين. شو دكتور، شو رايك، الدوله ولا المجتمع؟ الحقيقه ما بدنا غير الحقيقه. الحقيقه على الجميع ان يساهم. يا دكتور فكره جات، ما بدنا نجيب المحاط حتى مضي اطراف. ما بس شو بدنا نفرش على البرنامج. الحقيقه انه المجتمع قاسي جدا على الخارج من السجن. نعم، الاهل بالغالب هن اللي بيتحملوا المسؤوليه. ما رأيك دكتورة؟ هل ينتهي المطاف بالكرة في ملعب الأهل فعلا؟ بصراحة الموضوع أعقد بكثير مما اختصره الدكتور. أساسا ثقافة التعامل مع الخارج من السجن غير متأصلة في المجتمع. وين دور المؤسسات؟ أي مؤسسات؟ وين دور المؤسسات؟ يا دكتور شو عم تحكي أنت؟ وين ثقافة المجتمع اللي بدها تخلق المؤسسة؟ طيب إذا سمحتوا خلوني استمع لوجهة نظر ثالثة، وجهة نظر إنسانية عاشت المعاناة بصفة أم لسجين، السيدة نوال المسعود. أهلا وسهلا فيكي، يا ريت تحكينا عن معاناتك مع ابنك السجين بعد خروجه من السجن. أنا كأم عم شوف أن المشكلة كلها عم تنطبش براس الأهل، والأهل مو قادرين يحلوا المشكلة. أكترية الناس يا دوبن يدبروا حالهم، وابنهم السجين لما بيطلع بالسجن بده يتزوج، بده يشتغل، بده يعمل عيلة، وتعا دبرها. شفت يا دكتور، القضية بتتعلق بثقافة المجتمع، يعني مو بالأهل لحالهم. نحن عم نحكي عن مسؤولية عامة، عن ثقافة المجتمع. طيب يا دكتورة، خلينا نشوف ثقافة المجتمع لما بيتعلق الأمر بالمرأة. نحن لحد الآن عم نحكي عن السجين على أنه رجل، لكن بالسجن أيضا في نساء. كيف يتعامل المجتمع مع المرأة السجينة؟ حول هذا الموضوع أعددنا التقرير التالي. تقرير؟ التقرير؟ وين التقرير؟ استاذ ما عرفان انه حضرتك بدك تقرير، انا عم بعطيك اشاره يا عمر. وين شيء مين لك جاهز اشاره؟ استاذ بس اللي قال تاخذ لحظه ثانيه استاذ معك. بعدين رافت عم يستنى. رافت يا اطول فني تصرف تحت الشريط. نعتذر بسبب عطل فني لم نتمكن من عرض التقرير، ولكنني استطيع ان اوجز موضوعه. إن الأمر يصبح للمرأة السجينة أمراً مأساة. يا الله، ما تعليقك دكتورة حول وضع ما صار شي ماما؟ والله للأسف يلا روح على تختك. يعني لو بكون مديرة مؤسسة أو مديرة قرية قرى إس أو إس حكون مضطهدة. يا الله، إذا كانت سجينة هكذا تبدو الصورة. هل نقبل الخارج من السجن بيننا فردا منتجا، ام نسعى بقسوتنا الى عزله واعادته اليه؟ ويبقى السؤال لنفكر فيه ونتغير ونغير. في نهايه هذه الحلقه اشكر الضيوف الكرام، الاستاذ رمزي عبد النور، استاذ ماده التكليف الاجتماعي في كليه الاجتماع في جامعه دمشق، شكرا جزيلا دكتور. كما اشكر الدكتوره رغداء هاشم، الباحثه في علم النفس والتربية وعلم النفس المهمشين على مشاركتهما القيمة
أما جزيل شكري فيذهب للسيدة نوال المسعود على جرأتها وصراحتها وقبولها المشاركة معنا في هذه الحلقة. ومني أنا رأفت الشمالي التحية والاحترام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم آراء. تيتر جاهز الشارع مع الساس على الخط الأول. يلا بدينا يا ساس. يعني بصير هيك يا ساس؟ ما بصير أعطاء الفنية لهلا؟ سنجي شو اللي صار معك؟ يا أستاذ والله ما لي عرفان، أنا ما كان في وقت معي، أنا حطيت التطبيق بهذا الشهر، فبدي أهلا أدير وأعطيك التطبيق. ما بعرف شو بدي أخذ، يعني هذا ليه أستاذ؟ بعدين جاهز، وتفضل حلها مع أستاذ رفعت. فاصيل أستاذ رفعت. لك شو المسخرة هي يا عابد؟ شو صار بالتقرير؟ أستاذ رفعت نحن آسفين، نعتذر. يا أخي عرفت التقرير ولا تعتذر. لسه قليلي يا اخي، هذا تقرير مكلف المحطه وقت وشئ ومصاري، بس يمين على شو الحكي هذا يا استاذ؟ فجاه صار عطل فني وتلبكنا غصب عننا. انا اسف يا استاذ. يا حبيبي كان لازم تقاطعوا، يعني اللي صار كان خطا فظيع يا استاذ. شو بيطلع بايدي؟ خطا طارئ، وهذا بصير بكل المحطات يا استاذ. شو هالمشكله؟ لسه قليلي شو المشكله وبتصير باحسن المحطات؟ يا اخي فهموني، بدكم تخربوا لها البرنامج يعني؟ طول بالك يا استاذ. بعدين لك على شغله، نحن ما كان في مجال انه نقدم التقرير، ما بقي وقت، لانه لبين ما فضيت انت الاشتباك بين الباحث والباحثه بقي عندي دقيقتين او ثلاثه بس، وطول التقرير 6 دقائق يا استاذ. شو قصتهم هدول ما عادوا يسكتوه؟ رافت طول لي بالك، خلي لي اياك، يعني هي مو اول مره بنشتغل نحن سوا وبصير في خطا طارئ. بس فعلا كنت حابب التقرير معرض، لانه تقرير مهم. حطينا كل تقلنا فيه، كنا حابين نختم حلقه بشيء مهم. تمام. بس يعني شو بيطلع بإيدي؟ هذا اللي صار. ايه الله يسلم وديات يا ابو محمود. واضح. يسلم ابو محمود، شكرا. الو؟ اهلين دكتور. طيب يلا جاي لعندك، وانا كمان في موضوع بدي احكي معك فيه. دقائق. تحياتي. يلا شرفوا معي لعند الدكتور. روقنا بس عشان فنجان قهوه. شرب القهوه هنيك، يلا خلصنا. كفت. ما في داعي نكبر الموضوع كثير. خلص يلا انتهيت. رافق بيقول بسرعه، بس الله يخليك يا استاذ، بدي من هلا ورايح شغل يكون على 24 ساعه. ان شاء الله. تكرموا. تشرف. مرحبا علي. شو في عندك بعد شيء؟ تعبان كثير وحنا. مرحبا. بدي اطلع بالك شوي. اهلا وسهلا، تفضلوا. ليش هيك صار معكم؟ وين التقرير؟ يعني انتبهت. طبعا انتبهت. عارف انتوا السبب ما هيك؟ اي نعم نحن السبب. شو كان التقرير؟ التقرير كان عن وحده سجينه طلعت من السجن لمواجهه الحياه الصعبه واهلها والخوف والخجل، وقامت حبست حالها ببيت اهلها، يعني طلعت من السجن صغير لسجن كبير. شخصية موسعة جدا. أنا اللي دهشني دكتور قدرة الإقناع اللي عملت ريبورتاج. كيف قدرت تقنع امرأة بمجتمعنا كانت بالسجن تحكي عن تجربتها وحياتها بعد السجن؟ مين هي؟ باحثة اجتماعية ونفسية موهوبة ومتحمسة، اسمها سهام البنا. تشتغل فريلانسر. جمعت لنا مادة محترمة وقدرت تروح لبيت السجينة وتقنع أهلها إنه نصور ريبورتاج. طيب عابد بعت لي في أشياء خلينا نشوفهم، ممكن نعرضه بالفترة الصباحية. بصير هيك دكتور؟ تقرير معمول لبرنامجنا ينعرض برامج تاني؟ بننزله في فقرة صدى البرامج اللي عم نتناول فيها المرة موضوع حلقتك الأسبوعية، وبنشير إنه هذا تقرير ملحق بالبرنامج. إي والله يا دكتور يا ريت، لأنه سهام تعبت فيه كثير وهلا بتكون جنة. عفوا. جبت حلا سهام. عمار عمار. قل له إنه شغلها منيح ورح نضل نتعاون معها، أوكي؟ أوكي. ألو. أيوه سهام. أيوه. شو موضوعكم للحلقة القادمة؟ الحلقة القادمة عن العقوبات الجسدية بالمدارس. جهزتوا تقارير؟ عم نشتغل عليهم. آه. إيه شو يعني؟ بيشغلني رأفت بيك أسبوع كامل وبيعلن عن التقرير قبل انتهاء الحلقة؟ إيه طبعاً ما راح يكون التقرير جاهز. على كل اللغزة، المدير اقترح إنه نعرض التقرير بأحد البرامج الصباحية اللي بتنزل على الهواء. ونحن بنشوف بعد بكرة ونحكي. على فكرة، رأفت حب شغلك كثير وقال لي دائماً لازم نتعاون أنا وياكي.
لا كنت لسه ما لي قايله انه انا اعطيتك تقرير مشان الموضوع جاي. ايه منيح اللي حب شغلي والله كتر خيره. يعني ما فكر انه ما انعرض لاسباب تانية؟ لك لا اعوذ بالله. لا 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 ما في شيء من هذا. عزيزتي بس انت روقي وصدقيني ما بيصير اللي بدك اياه. طيب عمار خلص بكره بنتقابل بجيب لك شو اشتغلت. ماشي ايه شو طالع بالايد؟ تصبح على خير. هلا اشربوا ما تحتنا بالبقرة. البقرة بتعطي حلباتها للشباب الحلوين مثلك وبتخلي شوي لأولادها. متى بدي اشوف بابا؟ بعدين بنحكي على البابا. يلا رح نتأخر على الابتكار وبضطر ناخذ تاكسي. وقالت مصادر عراقية أن ثمن هذا التحرك جاء باهظا حيث قتل العشرات خلال المعارك. وأوضحت المصادر أنه جرى خلال العملية اعتقال عدد من المقاتلين العرب خلال العملية العسكرية. هاجمت مستشارة البيت الأبيض للأمن القومي كاندليزا رايس مجددا الموقف الفرنسي المعارض للحرب على العراق، وقالت أنهم اتخذوا ما اعتبروه موقفا مبدئيا. ودفعت رايس بشدة عن حبائس الأمريكي جورج بوش بأنه لا يجب أبدا ترك قرار إرسال القوات للدفاع عن الولايات المتحدة عرضة لفيتو دول مثل فرنسا. أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه لا يمكنه أن يحكم السودان وحده وأنه مستعد للتوقيع على السلام فورا. وفي خطاب ألقاه مرحبا عمار. انت ما بدك بطل عادي تسهر كل السهر وبتفيق من وش الضو. قوم قوم حاجتك كسر. يلا بشرب قهوه تعال عندي ولا لا بشرب القهوه هون. ايه بدي ركوه قهوه للسهر واقل شيء نص ساعه طريق. ماشي بس ما تاخر. لازم اقعد انا وياك بالاجتماع مع الشباب، في امور لازم نتفق عليها. طيب طيب جاي. طيب اوكي يلا. قبل ثلاثة أيام من توصية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي والتي ستعطي الضوء الأخضر لأنقرة بالانضمام للاتحاد. وانتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور ألمانيا انتقد السياسيين الأوروبيين خاصة في فرنسا وألمانيا. أهلين أستاذ عبد الستار. إيه الحمد لله نشكر الله. هلا؟ عندك بالمكتب؟ طيب
لا الحقيقة في عندي أكثر من شغلة. إيه مشغولة شوي. طيب ممكن أجي لبكرة؟ ما ممكن. ماشي رح أحاول. شكرا. ألو بونجورين. مين؟ أنا حنان. أوان نسيتني امبارح صرنا سوا بسناك بار. آسف آسف هلا تذكرت. ليش عم تلعب؟ لأنك ركضتيني. يقطع عمري من أول تعبتك. سلامة عمرك. على كل حال التعب مشانك لذيذ. يا لطيف على هالحكي اللي بيدوخ من عند الصبح. صحيح ما قلت لي شلون فايق بكير مو النجوم ما بيفيقوا لبعض؟ هذيك النجوم انا رجال بشتغل 15 ساعة وماني ملحق. يا حرام والناس بتقول شغلتهم خفيفة نظيفة. شايف الظلم؟ شفت بس المهم النتيجة. مثل ما قلت لك امبارح برنامجك بجنني. كلك ذوق. اذا بتحبي بستضيفك بالحلقة الجاية. انا؟ لا 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 ما بحب الظهور. بس مو هيك لاحظت. بحب الظهور قدامك مو قدام الناس. على كل شو موضوع حلقتك الجاي؟ عن العقوبات الجسدية. شو؟ العقوبات الجسدية. ولي شو هالموضوع؟ معقول يخليكم تعملوا هيك حلقة؟ لا يروح فكرك لبعيد عن العقوبات الجسدية بالمدارس. ايه ها؟ كنت كملها خوفتني. ايه شو؟ عندك وجهة نظر بالموضوع خليني استضيفك؟ لا لا الله يخليك، أنا بدي أحترم ولدك وشوفك وأنت عم بتدير الحوار. طيب مثل ما بتحبي تكرمي. ميرسي بس وعد. طبعا وعد. وين رح تتغدى؟ هلا رح اتغدى نهاري ورح اكون مشغول كثير فمثل معظم الايام ما رح اتغدى. اهلين عمار. شو جاك ضيوف؟ ايه والله اجاني ضيف. طيب برجع بتصل مره ثانيه ونتفق على موعد. اوكي اوكي. طيب باي. يس فوت فوت. يا وي شو بدك تشوف؟ صباح الخير. صباح الخيرات. شو الخير؟ شو اللي شارك بالك مع الصبح؟ فوت حتى القهوة النار اللي ما اخذتوش. ايوه. تفضلي مدام سهام. شكرا. اهلين مدام سهام. مرحبا. شكرا. يمكن اتصلت فيك بوقت غير مناسب معي؟ لا ما في مشكلة، يعني عندي ربع ساعة. شو الموضوع؟ تاخذي قهوة؟ لا بس كثير ما في وقت. الأستاذ فيصل طريقك. شو؟ طلب مني ارفع دعوة مشان استرد ابنه سامر. بده ابني سامر؟ من وين لوين؟ نحن اتفقنا وقت طلقنا انه سامر يبقى عندي وحضرتك تشهد على الاتفاق. بس بيطلع لي يا مدام، وإذا رفع دعوة رح يكسبها. بقى حبيت احكي معك اذا كنت موافقه خلي تمشي بتراضي. كيف رح يكسبها؟ ماني عرفان يعني، اذا كان موافق على الحضانه يفشل هالشيء بالمحكمه، بعدين ابني سامر ما صار عمره 6 سنين، يعني الحضانه قانونا لإلي؟ في 100 طريقه وطريقه ياخذ فيها ابنه، وانت بتعرفي اكثر مني علاقات الاستاذ فيصل واسعه، يعني يلي بده اياه بصير، بقى شو بدي؟ ماني موافقه. ايه معناتها انا مضطر ارفع دعوه. لازم تشوفي لك محامي تركي. رح شوف. انا اسف اني رح ابكيك. ولا يهمك. طيب ما في امكانيه للتفاهم حضرتك تكون واثقه؟ طبعا اكيد، واذا بدك اجل الدعوه وبتصل فيه وبخبره انه نلتقى هون عندنا بالمكتب وتتفاهموا. يا ريت. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، هلا رح اخبره. ما بدنا نغفل اي وجهه نظر. ايه بس مو معقول نطالع حدا على التلفزيون اي سياسه ضرب بالمدارس. ليش لا؟ هي مدرسه عندها خبره 15 20 سنه بالتدريس، بتقول لك مو بس الاساسي بيستخدم العنف ضد التلاميذ،
التلاميذ نفسهم عم يفوتوا على المدارس الابتدائيه حاملين اسلحه شبريه وسكينه وقندرشيه وما بعرف شو. هذا الموضوع غطيناه بحادثه عصابه الشجعان السبعه. بعرف ما عملنا لنهي موافقه مشان نسجل مركز الاحداث، بس المهم بالنسبه لنا انه يكون عندنا مدرسه عندها الشجاعة تحكي على شاشة التلفزيون الكلام اللي عادة بينحكى وراء الأبواب المغلقة مثل ما بيقولوا واللي بتقدر أنت عليها. نحن المهم إنه نفتح كل الأبواب. طيب مثل ما بدك. طيب بقى أهم شيء هلا التقرير تبع الطفل اللي مضروب على رأسه وصار معه ارتجاج دماغ، شو صار فيه؟ كلفت فيه سهام البناء. لا بس هذا أهم تقرير بالحلقة، ما بدنا يطلع مخبص. ما أنت شفت شغلة بتقرير السجين؟ إيه منيح ماشي حالك. بس كثير أوضح حالك. شو فكرة حالة أمام بول تبع CNN؟ يعني امبارح طلقتنا بوز مشان اللي صار يعني كثير اوفر، بعدين حضرتك عم تحكي معه امبارح على الموبايل وتترجى ما بقى غير تبوس ايدها. لا بس هي كانت بلحظة عدم إزالة التقرير، هي فعلت زيادة لأنه اشتغلت عليه كثير وكانت حاجته فعلا. طيب حكي لنا اياها نشوف شو عملت بالموضوع. طيب سهام، بس استاذ ما بظن انه قدرت تعمل شيء لانه بس امبارح مساء اعطيتها المعلومات اللي اعطيتني اياها على مدرسة الولد. الو سهام صباح الخير، كيفك؟ عزيزتي بالنسبه لموضوع الولد كيف؟ انت على باب المدرسه؟ ايه برافو، لكان بعد ما تجتمعي مع المدير تيجي فورا على الاجتماع بالتلفزيون. استاذ رافض بيحكي معك لحظه. الو مدام، الله يرضى عليك، هذا الموضوع كثير مهم بالحلقه الجايه. يعني مو تتصرفي بطريقة تنقز الناس، مو إذا التلفزيون مفكر إنه الناس بحاجتنا ونحن بحاجتهم. ماشي؟ خيو خلينا نراجع المحاور كلياتهم من الأول أحسن ما ننسى شيء إذا بدك. يلا. طيب على الأقل أعطيني شوية معلومات. ما بفهم يا نانسي. كيف بدي اعطيك معلومات نحن ما عندنا فكره عن الموضوع اللي عم تحكي عنه اليوم؟ يعني حضرتك ما سمعت عن حادثه الضرب اللي صارت بمدرستك؟ ابدا ابدا ما سمعنا عن هيك حادثه. وما حصل هالشيء بالمره؟ ابدا ما حصل. انا هون صار لي 6 سنين مدير بهالمدرسه، ما سمعت عن حادثه الضرب بهالشكل. عفوا استاذ. يبدو الوقت غير مناسب، برجع لعندك بعدين. ماشي. يا استاذ، هالمعلومات حصلت عليها من المشفى اللي تعالج فيه التلميذ. لانه حصل معه ارتجاج بالمخ نتيجه الضرب المبرح اللي تعرض له من قبل احد المعلمين، فبترجاك تعطيني الاسم. يا انسه ما حصل عنا هالشيء بالمره، على ما يبدو انه في خطا بالمشفى. شكرا. كيف خلي؟ اسمع، اليوم جتني بحث اجتماعي. عم تشتغل بأحد برامج لصالح التلفزيون. ايه وبدنا نحكوا على الحادثة القديمة اللي صارت معنا. الحادثة يوم اللي ضرب استاذ ابراهيم الطالب. ايه بس انا رفضت اعطيها اي معلومة. اوعى ما بدنا نلحق نفتح الموضوع. ايش وقفتني من بعدها؟ ماشي ماشي ماشي، مع السلامة. موفق. عفوا يا اخي. خير شو القصة؟ مشان التلميذ ما بدي حدا يشوفني. خذي هالورقة، كتبت لك فيها اسم المعلم والتلميذ وعنوان بيت التلميذ. ما بدك حدا يشوفني على سابق. مع السلامة. الاسم الكريم ما في ضرورة. مع السلامة. شكرا. وهي مسكتي اول الخيط. برافو عليك يا سهام، انت فعلا قد هالشغل. خايفه اتعب التقرير يقوم رأفت افندي يرفضه او ما يطلع مثل ما عمل تبع السجين. مستحيل، لانه هو الموضوع الاساسي. وبالنسبه لريبورتاج السجين الشريط هلا بيكون عند المدير واكيد رح يشوف. ما مهم بالنسبه لي يشوف المدير، انا كنت حاسه باهميه التقرير وحابه الناس تشوفه.
مو من شان شيء، بس على قليل من شان تكتمل فكرة البرنامج. ايه بس مشانك ضروري شوف المدير، لأنه المادة ما نتهيك وأنت عم تتعاوني معنا بجمع المواد والحلقات، وبعدين هذا أول تقرير متكامل بالنسبة لك. أنا آسف فعلا، بس بأكد لك إنه الموضوع كان خطأ تقني. خلص أنا بثق فيك. بعدين عمار ولك أنا ما كنت دخلت بحياتي مجال التلفزيون، وين رأسا لأسرة برنامج رأفة الشمال. يا ستي أنا سعيد كثير إني قدرت أخدمك. وهلا بس يشوف المدير التقرير رح أطلب من رأفة تحكي معه يضمك بعقد عمل طويل. خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو المعلم والتلميذ. شو خططك؟ رح أجي اليوم بعد الظهر أعمل المقابلات وأحضر المادة. إيه بس بدك تستعجلي، أنا ما بدي بس ست أيام، وأنت بتعرفي ما بنقدر نصور وحتى ناخذ مادة كمان. ما مشكلة ما تهتم. شو مستعجلة؟ صراحة إيه، أنا بدي أشوف سامر من المدرسة ولازم أكون بالبيت حتى آخذ الأوتوكار. لحظة، بنقدر نحكي شوي عن فيصل؟ صديقك فيصل بده ياخذ مني سامر. لا لا تقولي، شو بده يعمل فيه؟ وبعدين الولد بهالسن احسن له عن امه. مين خبرك انت؟ خبرني المحامي اليوم الصبح رحت قابلته. تخيل كانوا ناويين يرفعوا دعوه مشان ياخذوا بحكم قضائي. ايه ما بيطلع، لانه القانون واضح بالنسبه للحضانه. عارفين 100 طريقه وطريقه ياخذ مني سامر؟ 100 طريقه وطريقه. انت شو حتساوي؟ ما بعرف. بس طلبت من المحامي تفاهم. ايه يا حسن، مو حلو تفوتوا مع حالك. وانا شو بدي اسالك؟ يا ريت يا عمار تقدر تحكي مع فيصل، اذا بياخذ مني سامر كانه عم بياخذ مني عمري كله. ولا يهمك، انا رح احكي معه ويمكن نجمعكم سوا. يعطيكم العافيه. اهلا استاذ رفعت، تفضل. كيفك عمار؟ يا أستاذ. كيفك مدام؟ مرحبا. أستاذ بدأت ساعة رايح عمرس. يا عاصمي شو صار؟ قلت له لعمار رحت عمرس. أوكي هلا كان عمار بشرحنا بالاجتماع. جاهزين الاجتماع يا شباب؟ طبعا جاهزين. طيب أنا رح أشوف الدكتور شي نص ساعة زمان، بركبي الأستاذ تطلبوا لنا فنجان قهوة. يلا جميل. طيب. يورجينا حادثة حقيقية. ممكن شوف تقارير أمام العرض. يعني ما في مشكلة. بس شو بدك تعمل دكتور؟ لا ما في شيء، بس كنت حابب أتوقع شو بده يصير بوقت. لا لا طمن، ما راح أحطك ولا أحط حالي بموقف محرج. بعدين الرقم القياسي للحلقات ممنوعة خلص، تجاوزته ستدخل على جنس ريكورد. ما عندي رغبة إني منعي أي حلقة جديدة. هلا مظبوط.
مضبوط، في صحفيين ما بيصدقوا قيمة التمنع المادي، لأنه هذا الشيء بيعطيهم شغل، والله إنه فلان منعوا بالمادي، أنا مالي بتعب عليها كثير قصة حتى. دور التالي يا أسف. إن شاء الله بيستلموا عبير. هي وصل؟ طبعاً. بهيل ولا بدون هيل؟ لا يسموني هيك يا عبير. انت بتجي من هون وهي بتتكركب وتبطل تعرف تشتغل؟ الله وكلك يا دكتور انا مالي على تجوز بقى يا اخي وخلصنا، طول ما انت على الزلمه ما رح نعرف نشتغل. دكتور شو عم تسمعنا على التالتة؟ هل بتجيبوا شخص مهم نسألوا اياه؟ بس لازم نطلع على الموضوع بشكل عام. نطلعه؟
بس اذا رفضوا شو؟ ساعتها نكون احرار، بس لازم يكون عندنا شخص احتياط اختصاصي. بس انا رح نستضيف شخص بيمثل الجهاز وشخص بيمثل القانون واحد اولياء الامور، بلا احتياط شو رح يكون؟ انا برايي يكون خبير تربوي ويكون بديل اذا هن ما بعتوا حدا من طرفهم. وكمان بيكون عندنا بديل احتياط تلميذ تعرض للضرب. بس نحن متفقين نقدم ريبورتاج عن تلميذ تعرض للضرب. إيه ما بمنع يكون عندنا واحد ثاني ومشكله ثانيه انه احتياط. طيب مو مشكله، منقول احتياط. خلينا ننتقل هلا لموضوع ثاني، ريبورتاجات مصوره، شو صار فيه؟ بالنسبه للتقرير اللي تكلفت فيه عن الاحداث تقريبا صار جاهز وفينا نصور بكره، وهي نتائج الاتصال. وانا كمان بكره رح انزل على المدارس وصور الباحات والصفوف، هنيك رح نشوف الطلاب ونسالهم عن العقوبات اللي كانت تطبق عليهم لما بيقصوا الواجبات المدرسيه او المسلكيه. مرحبا حبيبي. هون بيتنا. هون بيتنا. بعرف بيتكم. ماما هون؟ مرحبا اختي، عم دور على بيت الوردي. هون بيت الوردي؟ شو بدك ببيت الوردي؟ ابنك بيكون الاهم من الوردي؟ اي نعم. ممكن ادخل؟ تفضلي. بس بيتنا مو قد المقام. ولو كلك خير وبركه. نحن عم نعمل تحقيق عن موضوع الضرب بالمدارس، بما انه ابنك ايهم عم كابوش جديد وتاذى، فالتلفزيون حابب انه يحقق الموضوع. لازم بالاول اسال جوزي. طبعا رح اسالي، بس انا حابه بالاول اسال شويه اسئله. وين ايهم هلا؟ بالورشه مع ابو. شو بيشتغل ابو؟ نجار موبيليا. يعني عم بيشتغل مع ابو بعد الدوام بالمدرسه؟ لا يا خالو، لما ضرب المعلم بالمدرسة وصارت المشكلة صار يخاف يروح لحاله على المدرسة، قام أبو بطل ونزله معه على الوشة. طيب اشتكيتوا شي على المعلم اللي ضربه؟ لا والله. والسرقة؟ نحن ناس درويش وعلى قد الحال طالبين السرعة. شو علاقة السرقة بهي الموضوع؟ انتوا أصحاب حق والدولة أعطتكم الإمكانية لرفع دعوى لمعاقبة المعلم والمطالبة كمان بالتعويض. والله ما بعرف، بدك تسألي جوزي، إذا بدك تعني يوم المساء بكون جوزي هون وهو بجاوبك. يعني الولد بطل من المدرسة كرمال الحادثة؟ اي نعم. وكيف هو هلا؟ عم بيجع شيء؟ قصدي يعني اثرت عليه الضربة على الراس؟ اوقات بيجع على راسه. طيب رح تجي الكاميرا لهون على الورشة وعلى البيت ورح اصورك انت وابوه الولد. في عندك مانع انك ترجع تحكي نفس الحكي قدام الكاميرا؟ يعني رح اطلع بالتلفزيون وقول له الولد صار معه ارتجاج؟ اي نعم. بس هي سمعوا امي اياها. بتعرفي بكره الولد بده يكبر ويقول عنه الناس. Thank you.